السلام عليكم مشاهدين أخبار الثقافة من الشروق نيوز، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. هذه المبادرة أنا نشجعها كثير لأنها مبادرة تتم بأفكار جديدة وبآليات جديدة. بودكاست عربية تأخذ بيد المواهب وتكرم إعلاميي الشروق. أطلق الصحفي والمدون يوسف بعلوج مشروع بودكاست أرابيا الذي يحمل هم المشروع الإعلامي الشبابي ويهدف إلى تحفيز ودعم المواهب الجديدة عن طريق إطلاق فيديوهاتهم الخاصة لتصل إلى الجميع. التفاصيل مع عمر ميليني ووسيلة جعرون. كرم مشروع بودكاست أرابيا عشية أمس بالمكتبة الوطنية الحمة أسماء إعلامية لامعة في مجال الصحافة والإعلام على غرار الإعلامية ليلى بوزيدي والصحفي عمر ميليني ومقدمة برنامج الشروق مرني محمد الفاتح خوخي وجهيدة رمضاني. بالنسبة لهذه المبادرة أنا نشجعها كثير لأنها مبادرة تتم بأفكار جديدة وبآليات جديدة اللي هي الانترنت البودكاست كل شيء هذا اللي راه يعمل في ظل الشباب تاع اليوم اللي هي حاجه جديده ما كانش موجوده من قبل، ولكن الاهتمام بهذا المجال راح يخلينا نكتشفوا مواهب جديده. انا اكتشفت انه فيه مواهب جزائريه في مجال التمثيل وفي مجال الكوميديا بالجمله، عندنا مواهب يعني والسن صغير جدا، يعني كاين حتى اللي سنهم يعني 16 سنه واقل ويقدموا يعني اشياء رائعه، خاصه انهم يكتبوا بنفسهم ويصوروا بنفسهم ويعملوا مونتاج بنفسهم، وان شاء الله احنا انه مستقبلا إن يكون عندنا امكانيه انه ندعمهم اكثر في مجال التصوير والمونتاج والانتاج وما شابه. نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح في الاعوام القادمه. مسابقة اليوتيوبرز هو مشروع بودكاست أرابيا الإعلامي الذي يسعى دائما إلى دعم المواهب الجديدة ومساعدتها إعلاميا، وهذا بإطلاق فيديوهات منوعة على حسب فنياتهم الخاصة. الموضوع تاعنا اليوم الدراسة والتعليم، والحمد لله وفقني ربي وربحت في المسابقة تاع اليوتيوبرز وفريمو حاجة هايلة بزاف، وما دابينا إن شاء الله يزيد بودكاست عربي يزيد يطور ويلحق في كاع العالم. أشخاص من مختلف الفئات العمرية تتلمذ على يد أستاذهم يوسف بعلوج الذي شكل لهم منعرجا حاسما في حياتهم الفنية.